جيت النادي جيت وصوت حزين جيت نقولك كلامي ظل الطريق حرام حرام يضيع الحق حرام حرام ومهما نكون الجريح نبي صوتي فوت حدود الريح ونبي نطفي النار بيدي نزرع ورد الخير نبي الحب يسير يرفرف مثل الطير نبي السلام في قلوبنا يعيش كبير واللي يدير الشر تنادي زي وجهك مدام زي وجهي همبورغ مية مية مليحة مدام الطوالي المفروض يجيبوا لنا وجبات يعني. فاضيين لك بالوجبات هم توا يا بلدك فاضيين هم هاك فتلكها من نحن مثل هالناس كويسة لا ويكلف حماده قال لي بيجاز اسبوع
شي رد عليك قال له توا حتى الحمام تحلم باش تخش لك تبي جاز اسبوع. شوف شوف بسرعة. كيف العادة ضعيف يا مراد؟ راس السبطانة تبي تزيد بس. ايه دي محشاه في راس السبطانة يا ضعيف. حول حول. مانو الضيف يا صقر، نشهد بالله انك بومه ما انك صقر. اسكت اسكت. شنو خيرنا تضرب قناصة ونحن بكلاش نوفن؟ أشهد بالله أنك أقوى قناص في ليبيا يا ولد سيدي. كبير من يومك يا صحيبي. عدي وقت الغداء يا صقر وحنا ناخذ المي. سبطانك Thank you.
ما كيجي بالساهل زي اللي قبله ولا بتعبني معاه. حتى صوتها زي العسل ينا علي منه كلامه كله على الجرح. خير يا راضية، شن في؟ لو جينا لبرا يا أستاذة، لو جينا متاع الجامعة جاتك يامها. إيه عرفتها، دخليها. أهلين حبيبتي لوجين، محلوة على قبل، شن مدايرة؟ صبغة شعري. طالع عليك اللون جديد، تفضلي. ها شن تخبري؟ شن فكرتي؟ فكرت. وشن ردك؟ موافقة، بس في حاجة بنسألك عليها. اسالي حبيبتي، شن تبي تعرفي؟ يعني انت قلتي لي بنت كل اسبوع وهذا الشيء صعب، يعني لو ما قدرتش نجيب وحده في الاسبوع كيف يصير في خدمتنا؟ ما تخافيش، مش انت بس اللي في المشروع هذا، في زوز بنات تانيات غيرك، وزي ما وعدتك 2000 ليكي على كل بنت تجيبيها و10000 للبنت. حتى من غير ما تعطيهم فلوس حيجوا، وينين قلت لكم معاه؟ هذا شرف ليهم. من لا شرف؟ أكيد يا حبيبتي شرف ليهم، بس هو يحب يدعم الطالبات ويعتبر فيهم زي بناته بالضبط. حندير جهد يا أستاذة، وتوا نستأذنك. خيرك، ما زال بكري، أقعد أشرب عصير. ما نقدرش نعطل، بابا يراجي فيه يبي نطلع معاه. خلاص نستنى اتصالك. زعمك يا جمال تسجل ولا زي المباريات الاخيره زي قلتك؟ وين عدى مراد؟ يغسل في دبشه قريب من هنا. شن صار في مشكله صالح؟ وجع لدماغي صاحبك هذا يرن علي 20 مرة في اليوم. خلاص ناحى ندفع الدين اللي عليه، غير روحوا من هنا ونحلوا هالمشكلة. وانت شنو علاقتك؟ هو اللي جاب البضاعة الفاسدة مش انت. الراجل كويس، غضوة يكسب ويردهم الفلوس. خليه يغرق بروحه يا راجل. مش نالي نرخي بصحابي، حطها هذه في دماغك. Thank you.
لك اكثر من مره كلميني على ليبيانا تغطيه خير. باي. توا عمر يجري ورا البارده هادي. قصدك منى؟ بس حلوه. حلوه شيني؟ شوفي لبستها قولي متسلفاتها من حناها. بس حلوه صح، بيضا عيونها واسعات لكن مضيلها انقرض من زمان. وبعدين انت شيني قاعده تشكري فيها قدامي؟ ما قلت شيء، بس البنت حلوه. ليش منك طايقة تشوفيني؟ لو كان مش عاجبك قولي لي وانا تو نقلب خليقتي ما تشوفيها مرة تانية. باين عندك صاحب. ما عنديش في الكلام هذا. طيب سمعت صوتي. وين تقرا؟ انا متخرج. من وين؟ هندسة. دهشتك مش طرابلس. بالضبط. زبطتك من وين؟ بالجودة. بيك أجمل. وانتي؟ من مدينة قريبة على طرابلس. تمام زبطتها بالجودة. شكرا. ما سألتنيش على اسمي. نعم عمر. سمعت صاحبك يومها ينادي عليك، لكن عمر منه ما نعرفش. عمر الكاسح. أكيد مش ولد خميس الكاسح. لا ولده. أنا ولد خميس الكاسح. سامحني ما كنتش نعرف. لا ما تدوريش عادي. وانت شو اسمك؟ منى. يا منى هانت نشوفك تاني. ليش حتشوفني؟ من غير ليش، نبي تعرف عليك. لو تبي تشوفني تلقاني قدام الأكاديمية، بس بطل تلحقني بالسيارة. خلاص متفقين. بطل تعلي صوت المسجل والأغاني المزعجة اللي تفتح فيك. حرام عليك، مفتاح معلف فنان كبير. ما نحبهاش. بل شكون تحبي تسمعي؟ فيروز. سامع بيها؟ سألنا عليه في كوتوكينا خالة سالمة وما لقيناش. سألتوا عليه في السوق؟ هون كان مشينا للسوق، قالوا لنا أمس كان مسكر المحل وطلع هو ناجي.
حتى ناجي ما روحش. أما اتصلت بي وقالت لي من أمس ما جاش. ما تخافيش عبادي يا رجال ويهاني وما ينخافش عليه، أكيد طالع زردة ونقل عليش مسكر. أكيد تم منه الشحن، ما تخافيش تقي على مروحة. هي بسلامة خالتي سالم. بسلامة وليدي بسلامة. براكو بيحط اللام علي انا باش يحمي روحه مع مهندس الكره اللي بيا، وبعدين ترى يمشي يكلم الاداره على سالم اللي جاي في اسبوع يتمرن مره واحده لا ويدير لفتان ويروح. انا والله ما هي موي فلوس يا رياضه، ولو براكو بيحطني بمكينه انا حنمشي نادي تاني حتى لو نلعب ببلاش. انا راه مش انا قاعد في المكان. منو جمال الجو طاحت بيك خلاص يا جمولة، سيب النادي وبرا شوفك ترسانة ولا المحلة بالك تحصل مكان. تمشي يا تافه امشي. ضيعت الريقول يفلكت النادي. الله لا تربحك يا جمال. الله لا تربحك انت. امشي امشي. لا هذا واحد يا غالطي حسابي سالم قاعد يسب فيه، مش قصدي انا مش قصدي انا. هاي سلامات يا رياض طوال نزل يشري شوية حاجات من سوق التلال. هاي سلامة. عبير خيرك؟ من أول ما ركبت وانتي ساكتة لحس لمس. لا ما في شيء، جوي مش حلو. حضرتي المباراة؟ لا لكن قالولي ضيعت الريقولي. ما بدي تخش الكافرة معني لعبتها في البعيدة، لكن الحارس ولد كلب وجابها. خيرك تضحكي؟ سبل هيدا فيش فالحين اللي بين غير في السبل. ضيعت الريقولي وضيعت الكاس وجاي تقول لي لعبتها في البعيدة؟ انت خلاص ما عاد تنفع في الكورة، شوف لك لعبة تانية احسن لك. عبير انت متغيرة هلبة اللي مات الاخيرة، علاش المعاملة هادي؟ غلطت في حاجة معاك انا؟ لا بالك اختار في بالك تغلط. انا مستحيل. عبير انا نحبك وانت تعرفي هذا الحاجة كويس. هنا وتوه باردين لي سيارتي. قلت لك انزل. علاش با انزل؟ فقدني برا، خد تاكسي عندي مندير. فاشل. Thank you.
مع السلامة أستاذ عمر. الله يسلمك بشير. علاء ما روحش؟ إيه جاي وعد. أما السيارة طلع. طلع بالمخرب بيضا. سلامات. حاجة وين؟ قاعدة الصالة. كادوا توا حطين في المكتب وبعدها بري السيارة تلقي غزال ملفوف مش تدير بيه شوال علي. ماشي؟ علي هاتفك؟ كنت لاهي في الصيد والهاتف مش حداي. وهقتني عليك ثلاثة أيام راك تتصل. أو حداك توا يا حاجة. قداش مرة نقول لك معاش تضب علي حاجة؟ نا أمك يعطيك قصة في لسانك. زين يام. بعدين خيرك مولي كيف عبيد موزمبيق؟ باين عليك ماشي تصطاد في الشمس. يعني واحد يصطاد في الصحراء كيف تبي شكله؟ سويسري. نعدي خود حمام لبل جهزت لك فريحة العشاء. عليه مروحش. علي قال الحكاية خايضة عندهم وعالق تواري في الكتيبة. عاد ولا آمر أقوى كتيبة في البلاد. مين يقده؟ أيوة حاجة عتيقة. لهذا عمر روح من الصحراء كان يصيد. إيش قلتي لي قبل ما نسكر؟ خيرها مرت السنوسي. إيش قالت هالمنجوها؟ We'll be right back.
علاش تضحك؟ ضحكني معك. اللي يشبحك تاخد في الحبوب تقول تاكل في سمينسا. قاعد في معدل 5 حبات في اليوم. كويس، رد بالك تسيبهم. ريت مظاهرة مصر. مش مهم مظاهرة مصر أو اللي صار في تونس، المهم تأثير الموضوع ده علينا. تتصور إن ممكن يصير عندنا نفس الشيء؟ ممكن، لكن الرد حيكون ناسف وحاسم. لازم يتم سحق أي مظاهرة مهما كان عددها ومهما كانوا اللي فيها، طلبة، محامين، قضاة أو حتى أطفال. سحق بشكل كامل ونهائي. عليها الاغنيه هذه حلوه. طفي السومه، طفي المسجل، طفي السياره، طفي. ايوه ماما، كيف الحال؟ انت وينك لتوا؟ خيرك عطلتي. والله ماما لا، هي في المكتب، عندي شويه ملفات ما كملتهمش. شغل؟ شغل الساعه 10 في هالليل؟ والله يا ماما شن بندير، العمل الخاص صعب وانا السكرتيرة عاد الخدمة كلها على راسي. هل بعلي انت اخوك اللي من امس مجاش؟ عبادي تلقيه مزرد هو واصحابه، شن اول مرة يديرها وما يستاذنش. عموما انا نص ساعة ومروحة، مش هنعطل. اوكي باي ماما. اطلع سلوم. ماما انت هي في الحوش وما قالت يا